بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا فيكم في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير الكويت. مساكم الله بالخير وأهلا ومرحبا فيكم من خلال هذا البرنامج ومساحاتنا الحوارية. في بداية مسي بالخير على الأخوان الموجودين معنا في هذا الاستوديو، ودائما وأبدا إلى زميلة مشاعل مستشار الله الخير. مساء الورد عيد وأحلى مساء لكم مشاهدينا وينما كنتوا تتابعونا دائما متجددين من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، وأكيد في مساحة حوارية خاصة في بداية البرنامج دائما نحب أن احنا نتكلم فيها أنا وزميلي عيد. تفضل. تفضلت زميلة مشاعل. طبعا احنا لا نزال نتابع بخطوات متأنية كل الإجراءات الحكومية الخاصة بمحاولة احتواء فيروس كوفيد 19، وأيضا الخطط المرحلية الموضوعة والخاصة بعودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الكويت تدريجيا عبر هذه المراحل، خاصة وأن المرحلة الأولى من 5 مراحل تنفذ تباعا بمشاركة كل القطاعات المعنية في الدولة. إذن مشاهدينا، تطبيق خطة المراحل الخمسة في دولة الكويت واللي تهدف إلى عودة الحياة الطبيعية مرة ثانية تحمل شعار مهم وهو لا تهاون ولا تهويل، وهذا الشعار مثل ما قلنا يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى انضباط ووعي كامل بأهمية المراحل والظروف، وأيضا يحتاج إلى تعاون تام بين المواطنين والمقيمين والدولة، لأن بدون تعاون وبدون اهتمام أو انضباط يحصل التهاون، أما الالتزام يسرع بخطوات الوصول إلى قمة السلامة للجميع، وبالتالي أكيد نرجو السلامة والصحة والسعادة لكل من يعيش على أرض الكويت الحبيبة. إذن مشاهدينا فاصل، ومن بعد الفاصل نعود مع الزميل عبد العزيز في الجانب الآخر من الاستديو، فابقوا معنا. عودة حياتنا الطبيعية بيدنا، الالتزام بالاشتراطات الصحية، تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة. مفتاح نجاح المرحلة الأولى وجسر العبور للمراحل الثانية. صحتنا وصحة من نحب مسؤوليتنا. قم بدورك، والمسؤولية على الجميع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، يسرنا الآن أن نلتقي عبر الفيستايم مع الدكتورة جنان بن سلامة، وهي دكتورة متخصصة في اللغويات التطبيقية وأول كويتية تحاضر في جامعة سوربون الفرنسية وباحث مشارك في كلية العلوم الإنسانية. First of all دكتور جنان بن سلامة، you are on air and good evening. يا هاي، جود ايفنينج عبد العزيز، اند ام سو هابي تو بي توداي وذ يو ان بريدنس كويت. ثانك يو، يو ار موست ويلكم. فيرست اوف اول دكتور جنان بن سلامة، وي وود لايك تو جيف ذا فيورز ان ايديا اباوت ذا امبورتنس اوف سيندينج انفورميشنز اند انستراكشنز ان فاريوس لانجويجز. Yeah, I think first of all it's very important to send the informations and the instructions in other languages. Actually, as we have a cultural diversity in Kuwait, and we have other different languages such as French, Spanish, and Indian, and most of them could be not understand the Arabic language or the English language. That's why I think it's very important to translate and to transmit all these informations and instructions for them. Yes. Good job دكتور جنان بن سلامة. أنا سألت الدكتور جنان بن سلامة عن أهمية إرسال المعلومات والإرشادات باللغات المختلفة، وأجابت أنه شيء مهم بسبب تنوع الثقافات واختلاف اللغات في دولتنا الحبيبة الكويت. وننتقل الآن للسؤال الثاني. دكتور جنان، as a specialist in applied linguistic, tell me your point of view in this exceptional circumstance. Yes, my specialty in NLP, the natural language processing, we are very interested in extracting the information. And as you know, nowadays, all the users, all the persons, they are using the social media. So it's very hard to find the correct information. In my specialty, we are using and we are developing a software that we can recognize the correct information. And I see nowadays it's very important to extract the good information from the bad information.
اوكي جود جوب دكتور جيهان. انا سالت دكتوره جيهان بن سلامه عن وجهه نظرها كمتخصصه في التطبيقات في لغويه التطبيقات عن وجهه نظرها في هذا الظرف الاستثنائي، واجابت انها كمتخصصه في اللغويات التطبيقيه فهي تعمل على برنامج يستخرج المعلومات الصحيحه من الخاطئه. وننتقل الان مشاهدينا الكرام الى السؤال الثالث. دكتور جيهان، what do you think about the procedures of our country to prevent from the spread of the coronavirus? I think that in Kuwait, all the authorities and ministries, they are working hard and they are really well organized and they have good plans to prevent the spread of the disease. Yes. That's it. Okay. Thanks a lot, Dr. جنان. أنا سألت الدكتورة جنان بن سلامة عن الإجراءات التي اتبعتها دولتنا الحبيبة الكويت لمنع الانتشار مرض الكورونا، وأجابت أن الإجراءات تسير بشكل منظم وجيد. وننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى السؤال الرابع. So, Dr. جنان, we would like to talk about the importance of medical procedures, medical precautions that must be followed by the citizens and residents. So what do you do you have any additional ideas about it? Yes, actually all the medical precautions, maybe all of them, they know it right now because we have passed now 3 months here in Kuwait. I just have advice for them. If you want your family to be alive and safe, stay at home and follow all the medical precautions. Thank you. You're most welcome, Dr. جيهان. أنا سألت دكتورة جنان بن سلامة عن أهمية الاحتياطات الطبية التي يجب أن يتبعها المواطنون والمقيمون، ونصحت السادة المشاهدين، وبالبداية أثنت على هذا الموضوع ونصحت السادة المشاهدين في البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة. Now, Dr. جنان, I will give you the question in English and you will answer in French, okay? Yes. Okay. So first of all, ننتقل للسؤال الخامس. First of all, Dr. جنان بن سلامة, what about the benefits of cooperation between the citizens and residents in this crisis? Donc je pense en fait c'est très important que les résidents et tous les ressortissants français devront être et coopérer ensemble pour pouvoir revenir à la vie normale. Ici au Kuwait, et ça peut aider que de ne pas en fait avoir cette crise encore là en fait. Thank you. You're most welcome. Let's go to the sixth question. First of all, Dr. جنان بن سلامة, the state of Kuwait established a package of health laws and protocols to reduce the spread of the virus, like social distancing. So what do you think about it in French? Je pense en fait, c'est vrai, c'est très difficile de vivre avec un espacement social. Ce n'est pas facile qu'un citoyen ou une personne d'être loin, de ne pas travailler, de ne pas pouvoir aller au supermarché pour acheter ses besoins. C'est très difficile, mais on aimerait vraiment revenir à la vie normale. Thank you. Merci, Dr. جنان. سألت الدكتور جنان بن سلامة عن ماذا يقولون عن زيادة احتمالات حالات الشفاء، وأيضا جاوبت بشكل أنها تكون بشكل منظم. ننتقل الآن دكتور جنان إلى السؤال السابع. دكتور جنان، كيف ترين زيادة حالات الشفاء والتعافي بصورة يومية باللغة الفرنسية؟ Heureusement que tous les jours on voit les personnes qui sont guéries, mais cela ne peut pas être empêchant si on ne soit pas ensemble pour confronter cette crise. Mais je suis quelqu'un de très optimiste et on aimerait bien revenir à la vie normale, comme je le dis tout à l'heure en fait. Thank you. You're most welcome. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير. دكتورة جنان، ممكن توجهين رسالة باللغة الفرنسية عن المراحل الخمسة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في المؤتمر الصحفي؟ Yes, I can do. Donc, j'aimerais bien parler en français. Tout d'abord, bonsoir à tous et chers résidents français au Kuwait. Donc, vu la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette situation, elle est très grave et très difficile. Et en effet, cette crise sanitaire a traversé le monde jusqu'alors. Et le nombre de personnes qui ont été contrôlées positives à la pandémie
est un nombre déjà important. Comme le dit son altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, qu'Allah lui protège, notre priorité est que vous soyez en bonne santé. En ajoutant que la maladie peut toucher tout le monde. Et c'est pour cela que le Koweït, par tous ses responsables du pays, ont été mobilisés pour vous protéger. Malgré les efforts qu'apportent les autorités koweïtiennes pour freiner la propagation du coronavirus, nous ne pouvons la dépasser sans votre coopération. Nous savons bien que certains d'entre vous sont dans une situation très délicate. Et depuis d'environ trois mois, nous sommes confrontés, depuis trois mois, nous sommes confinés. Comme vous voyez, les écoles et presque tout le secteur privé ainsi que le secteur public sont fermés. Donc, chacun d'entre nous est responsable et nous devons être conscients sur la gravité de cette épidémie. Nous rappelons la recommandation générale qui a été faite. D'éviter d'abord le contact, de rester chez vous, ne pas se déplacer qu'en cas d'urgence. Et à respecter les précautions à prendre et que vous connaissez bien évidemment. Premièrement, se laver régulièrement les mains, porter des gants en évitant de toucher le visage, donc d'éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche, porter un masque et tousser dans son coude, utiliser un mouchoir unique et à le jeter, éviter les embrassades. Nous vous informons que les autorités koweïtiennes ont mis en série de mesures sans précédent pour combattre l'épidémie de COVID-19. Ces mesures sont divisées en cinq phases. Donc, comme vous voyez, nous vivons aujourd'hui avec la première phase, donc, où il y a le couvre-feu partiel de 18h à 6h du matin, sauf pour les régions de Hawali, Farwaniya et Khatan, où ces régions sont complètement bloquées. Et là, vous avez certaines activités qui sont permises à être exercées, le travail, comme par exemple la pratique des prières dans les mosquées en respectant les consignes sanitaires, les activités industrielles et les services publics tels que la maintenance, les services d'expédition et le pressing, le service de livraison, les restaurants et les cafés à emporter uniquement en voiture, les sociétés de communication et Internet, la vente d'aliments au détail, comme par exemple les supermarchés et les épiceries, les stations de service, les hôpitaux et les cliniques privées, les garagistes. Une fois que nous avons dépassé la première phase, nous passons à la phase numéro 2. Donc, où il y aura le couvre-feu partiel à partir de 21h à 6h du matin sur toutes les régions, sauf les régions où la pandémie est propagée. En plus, il y aura d'autres activités qui sont permises à exercer leur travail, comme par exemple le secteur privé et le secteur public, au moins de 30%. Les travaux des bâtiments de construction, les banques, les magasins qui seront ouverts de 10h à 18h, les restaurants à emporter sans s'asseoir et les jardins publics. Dans la phase numéro 3, nous avons une annulation de couvre-feu et certaines aussi activités qui peuvent exercer leur travail, comme dans le secteur public et le secteur privé, au moins de 50%. Autorisation à la visite des maisons de retraite, les hôtels et les appartements seront ouverts, les taxis, à condition qu'il y aura une personne dans le taxi, autorisation de la prière de vendredi dans les mosquées sous condition, et dans le secteur, dans la phase numéro 4, le secteur public et privé où il y aura du travail plus de 50% des travailleurs, les restaurants seront ouverts au public en respectant l'espacement social. Le transport en commun, et pareil, il faut respecter l'espacement social. Et la dernière partie, la dernière phase numéro 5, le secteur public et privé vont exercer plus de 50%, les événements et les rassemblements familiaux, les mariages, les cérémonies et toutes les occasions sont autorisées, ouverture de salles de sport, les gyms,
Les événements, les conférences, les stages et les expositions culturelles seront ouverts et finalement les instituts de beauté. Et n'oublions pas les forums de l'équipe de l'ambassade de France. Après avoir passé ces 5 phases, n'oubliez pas l'effort de l'équipe de l'ambassade de France qui s'est mobilisée aussi pour répondre à vos inquiétudes et à vos questions par courriel ou par téléphone. Et finalement, en conclusion, évitez les fake news, les fausses informations et suivez uniquement les communiqués officiels. Soyez prudents et prenez soin de vous. Je vous remercie. And thank you very much, Abdelaziz. You're most welcome. Bon chance. Merci, Dr. Jinan bin Salama. Thank you very much. كانت معنا الدكتورة جنان بن سلامة، دكتورة متخصصة في اللغويات التطبيقية وأول كويتية تحاضر في جامعة سوربون الفرنسية وباحث مشارك في كلية العلوم الإنسانية. ملخص اللقاء كان عن ثنيها عن أنها أشادت بالإجراءات التي تبعتها دولتنا الحبيبة الكويت للوقاية من هذا المرض باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى أهمية إرسال رسائل توعوية لغير الناطقين باللغة العربية لتنوع الثقافات واختلاف اللغات في دولتنا الحبيبة الكويت. وفي الأخير وجهت رسالة عن مراحل الخمسة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في المؤتمر الصحفي أيضا باللغة الفرنسية. وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنهاية فقرتنا، فاصل ومن ثم نواصل. Avoid legal accountability by abiding with curfew hours that start from 6 p.m. to 6 a.m. كلنا مسؤولين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ويسرنا الآن أن نلتقي عبر الفيس تايم مع الدكتورة أحلام العجمي، باحثة في الصحة النفسية، وراح يكون حديثنا عن الصحة النفسية للأطفال في ظل جائحة كورونا. دكتورة حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت عبر الفيس تايم. أهلين، حياك الله ومساكم إن شاء الله نور. بارك الله فيك دكتورة أحلام، ونبدأ معاك في البداية بما أن موضوعنا الصحة النفسية للأطفال، نوضح المعنى الحقيقي للصحة النفسية للأطفال في هذه الفترة بالتحديد في ظل جائحة كوفيد 19. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لبيان أهمية الصحة النفسية في ظل الظروف اللي كلنا نمر فيها سواء بالكويت أو بالدول المحيطة فينا. منظمة الصحة العالمية لما تكلمت عن الصحة النفسية قالت هي حالة من الراحة الجسمانية والنفسية وليس الخلو من الأمراض. صار في نوع من التفريق ما بين الصحة الجسمانية والصحة النفسية، لأنه ممكن يكون الإنسان مثلاً عنده مشكلة صحية لكن هذا ليس له علاقة تماماً بنفسيته، قد تؤثر بشكل أو بآخر، لكن في نفس الوقت ما أقدر أعمم، ما أقدر أقول إن كل شخص مريض بالجسد أو عنده إنفلونزا أو عنده فلو ولا إيده مكسورة ولا رجله مكسورة بالضرورة يكون عنده أيضاً اضطراب نفسي، بل إحنا نفرق بين الاثنين. في أكثر من مثلا الجمعية الأمريكية لعلم النفس صرحت أن الصحة النفسية تعريفها عندهم هو السواء، يعني الاعتدال الاستقامة. أنا عندي مشكلة الآن تجوب العالم، جائحة كورونا اليوم الكل متضرر منها، مو بس بالكويت، احنا نتكلم عن العالم كله. كيف هي الصحة النفسية أو كيف نقرأها؟ هذا اللي إن شاء الله اليوم راح نشوفه معكم. نعم، طيب دكتورة، يعني في ظل جائحة كورونا كيف ممكن نحن نشرح حق عيالنا أو حق الأطفال عن هذا الفيروس؟ تمام، لما نقول الأطفال أختي مشاعل نتكلم طبعا عن الطفولة المبكرة اللي هي من عمر 3 سنوات أو سنتين إلى ما قبل الطفولة المتأخرة إلى يعني 9 سنين. نعم. أنا أقدر أشرح حق عيالي عن طريق القصة، ومنظمة الصحة العالمية على فكرة سوت قصة، يعني تم تأليف قصة فعلا وهي موجودة على الموقع WHO ومترجمة إلى كل اللغات اللي تتخيلينها. وإحنا يعني أنا خذيت على عاتقي إن مو اللي ما قدر يوصل حق الموقع أو اللي ما عرف، إن إحنا نسويناها داونلود ووزعناها ترى على الجميع. Partnership for Children هي أيضا منظمة بريطانية غير ربحية سوت قصة حق الأطفال من عمر 2 إلى عمر 9 سنين، وأيضا تم ترجمتها اللغة العربية. نعم. إذا أنا أقدر أوصل وأحاكي تطور العالم من اللي حولي، أقدر أوصل عن طريق القصة، عن طريق طيب قصص. أنا ممكن أنا هي تروى، يعني أترجم اللي قاعد يصير حواليني على عن طريق نعم. قصة وأرويها حق الطفل علشان يستوعب اللي قاعد يصير. صحيح. وايضا اقدر، طيب انا ما عندي قصه، انا ممكن ان انا بكل بساطه اقول له ان الكورونا مثل الفلو الانفلونزا، ولكن هو يحتاج وقايه زياده. نعم. ونغسل ايدنا، نبدل ملابسنا اذا رحنا مكان، طبعا خروج الاطفال اصلا صار يعني من الاشياء المستبعده جدا يعني. صح. وممنوعه حتى بالجمعيه ما يدخلون الاطفال. صح. اللي اقل او عيالنا اللي اقل من 18 سنه. نعم دكتوره احلام، هذا الكلام يقودني لسؤال مهم. اليوم احنا دخلنا في الشهر الرابع لجائحه كورونا، والاطفال ممنوعين من الخروج الا بعيد عن الشر، الا للطبيب ويرجع، من الطبيب ويرجع، حتى الجمعيه ممنوع منها. شلون نشرح لهم هذه المشاعر الخاصة في هذه الجائحة، إن خطورتها وأهميتها بنفس الوقت، وشلون نقرأ هذه المشاعر؟ من المؤسف إن إحنا نقول إن إحنا قبل جائحة كورونا لم نكن نهتم بما يسمى المرونة العاطفية عند أطفالنا. حلو. بمعنى إن ولدي يتقبل إنه هو بالويكند يطلع، ويتقبل إنه بهالويكند ما يطلع من البيت. صار عندنا مشكلة، صار في نوع من التخبط في البداية، إن الأمهات ضجوا من جلسة البيت، اليهال ضجوا، وكان صدمة إن الكل يقعد، ولاحظوا إن صار عندنا حجر منزلي اللي هو من 6 لـ6، وبعدين تغير صار حظر كلي. صح. فمن خلال احتكاكي بالأمهات ومن خلال يعني الاستشارات المجانية اللي نقدمها وكذي، تفاجأت إن إذا مو أكثر من 70-75% من الأمهات هي غير قادرة على فهم نفسية طفلها بهذا الوقت، لأنه ما كان فيه الاهتمام اللي قبل. يعني دكتورة، عفوا دكتورة، كلام مش على متمة، يعني الأمر يعود إلى توعية الوالدين في هذا الموضوع وثقافتهم ومرونتهم. بالضبط. بالضبط. أنا كيف أقول حق الأم تعالي اجري منسوب القلق عند ولدك أو بنتك من 1 إلى 10 وهي لا تفقه أو لا تفهم شنو يعني قلق، شنو أعراضه على طفلي؟ يعني في وايد أطفال عزكم الله صار عندهم تبول لا إرادي، طفل وهو يلعب يلتفت على أمه يقولها يعني أمه بنموت من كورونا، يعني فجأة
فهني القيس نعرف إن 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 حتى وهو يلعب يفكر ليش؟ لأن من نقل له هذا الشعور بالخوف؟ من نقل له هذا القلق؟ من نقل له هذا التوتر؟ ترى أهله. تعريض الطفل إلى أخبار مزعجة هذا مو شيء صحيح. البيئة المحيطة شيء أثر يعني. نعم أثر على نفسيته. نعم. إذن دكتورة طرق تعزيز الصحة النفسية للأطفال في الحجر المنزلي تحديدا بما أن إحنا يعني في حجر منزلي قاعد يصير وعندنا أطفال. نعم. وفي مشاعر قلق وتوتر طيب هنينا بنعزز الصحة النفسية تمام خلينا نقولها على شكل نقاط عشان يستفيد منها المشاهد واحد أولا اللعب الحر اثنين وجود الأم أو الأبو أو الاثنين معا في مشاركة وإحنا ما نقول حق الآباء ما نثقل عليهم نقول لهم ربع ساعة شارك عيالك باللعب إحنا ما نبي زيادة لأن الولد يحتاج الأبو فترة أقل من احتياجه للأم أو البنت فخلينا نقول اللعب الحر اللعب اللي فيه مشاركة محاولة تنفيس هذا القلق أنا أخلي عيالي ينفسون عن قلقهم عن انزعاجهم من حبستهم بالبيت ماكو نادي ماكو طلعة ماكو بحر ماكو كذا ماكو كذا فكل هذه الموانع أنا أخلي في بدائل عندي في البيت قدر المستطاع وفي نفس الوقت أنا أخاطب الطفل وأسمح له بتعبير عن مشاعره وأخليه يرسم مثلا إذا كان عمره 3 سنين 4 سنين أخليه ينفس أخلي أصنع طين منزلي وأخلي نوايد أمهات ما شاء الله الحين عندنا وعي مو مثل أول يعني صار الأمهات هم يصنعون ألعابهم فترة الحجر يعني تجيب الملح والطحين والملون الطعام وتصنع طين ببيتها ألوان مختلفة الوصفة ما نبي نقولها على الهواء بس قلناها والله سامحونا بس يستفيدون منها الأمهات يعني اللي مو عارفين فمن هني نقول إن اللعب الحديث مع الطفل التطمين المستمر البعث الراحة المستمر إن لا شوف ترى في حالات شفاء في ناس قاعدة تشافى مثل الفلو العادية يعني بدل أنقل الجانب السيء من المرض خليني أنقل الجانب الحسن نعم دكتورة نتكلم بواقعية أكثر يعني الآن خط الاتجاه خاصة بالأولاد من 3 سنوات إلى 12 سنة في ظل هذه الجائحة دشينا بالشهر الرابع مثل ما ذكرت قبل شوي هناك اتجاه كبير جدا وأتوقع المشاهد الآن يأكد على كلامي بأن هناك الألعاب الإلكترونية دشت بالخط بشكل يعني إدمان للأسف سواء آيباد بلاي ستيشن وأنت يعني لاحظتي هذا الموضوع صحيح. هذا اتجاه صحيح. خاطئ وشون سيطر عليه في هذه الفترة بعض الوالدين يقول لك أنا أهم بعد مطلوب مني أنا مو قاعد ألحق فخليه على بلاي ستيشن خليه على آيباد يرتاح شوي ويريح لآخرين لا المهم أنه يسكت وما يأذيني أيوه. يعني هذا اللي قاعد نسمعها البعض طبعا احنا ما نقول الدكتورة البعض نأكد احنا البعض صحيح. في ناس لا عندها الوعي كامل وعارفة كل شيء من اللي واجه مشكلة أخي الكريم في هذه الفترة اللي واجه مشكلة هو الذي لم يستطع أن يقنن ما قبل كورونا يعني اللي عندهم قانون كان في البيت إنه والله البلاي ستيشن أو الأجهزة هذه الإلكترونية مدتها نص ساعة ساعتين باليوم بالويكند مثلا أعطيك إياه 4 ساعات وقت امتحانات ما في مثلا اللي كان عنده قيد وكان عنده خلينا نقول قانون هو استطاع أنه في جائحة كورونا أنه هو يوفق أنه هو يقنن يسحب الطفل من أمام الأجهزة اللي الموضوع كان عنده متاح وكان في فوضى وما كان في قانون وهو أكثر من غيره واجه صعوبة كيف أسحب الطفل من أمام الأجهزة الذكية وأقلل من استخدام أوفر البديل اليوم أنا ما أقدر أكون أم متسلطة أقول له هات الآيباد وتعال اقعد معانا بالصالة طول الوقت لا تسوي ولا لعبة طيب وين الألعاب الحركية وين الألعاب الذهنية طيب الولد أو البنت يبون مغريات خلينا نسوي لعبة جماعية إن الأسرة كلها تلعب بهذا الوقت هني أقدر أسحب لكن من غير ما أوفر بدائل وأوفر جو أسري فيه شيء من الود واللطف للأسف ما راح أقدر حقيقة أكون صريعة معكم يعني دكتورة طيب يعني سؤال تحت خطين متى أطلب المساعدة لطفلي إذا شفت الطفل أختي مشاعل عزكم الله ينتف شعره إذا شفت قضم الأظافر بشكل مستمر إذا شفت النوم الليلي متقطع ونوبات فزع وهلع وبكاء إذا شفت عزكم الله تبول لا إرادي مو مرة بالأسبوع لا والله يوميا
إذا شفت عزوف عن الأكل، إذا شفت صمت، وهني أنا أفرق ما بين الصمت اللي ناتج عن خوف وقلق وتوتر والصمت الاختياري اللي هو أنا ما لي رغبة الآن في الحديث معاكم. يعني الطفل إنسان يختار متى يتكلم، يختار متى يصمت، لكن ومتى يعجب الكلام ومتى ما يعجبه. هو مثل الكبير، إحنا دائما نقلل من عقولهم، لا هم مثلهم مثل الكبار وما شاء الله أذكى أحيانا من أمهم وأبوهم يكونون بعض الأطفال. فأنا عندي هذه الأعراض وغيرها كثير، لما أشوفها أنه لا بزيادة في لمت، يعني من 1 إلى 10 لما أسأل الأم تقولي لا والله أنا أعطي 6 أنا أعطي 7، إذا طاف 5 أو وصلتي 5 لازم تطلبين مساعدة. دكتورة طيب سؤال، في حالة إذا الطفل مثلا أو الطفلة كلها قاعدة بروحها أو ما تبي تخالط مثلا الأهل، يعني قبل نقول لها مثلا خلنا نطلع تقول أنا ما أبي أروح أبي أقعد كله بروحي، هني شلون؟ لازم في سبب. هني الأم تكون واعية مدركة إن ليش بنتي أو ولدي ما يبون يطلعون، حتى قبل كورونا مثلا في أطفال ما يحبون يطلعون، صح ليش ما تبين تطلعين؟ الطفل أحيانا عنده شعور بس ما يعرف يترجمه لك، ما يعرف يقول حق أمه أنا أعاني من هذا الشعور. أحيانا يكون تنمر في المدرسة بس سبحان الله ما يبين بشكل، لأن ما شاء الله الحين المتنمرين يعني للأسف الشديد صاروا ما يبينون علامات على أجسام الطلبة، صار التنمر نفسي، تعياب، علوقة، طنازة، فترجع البنت من المدرسة الخاطر مكسور، فينسحب مرة على مرة على مرة على مرة. فكثير من حالات الأطفال في الطفولة المبكرة من عمر السنتين إلى عمر مثلاً 9 سنين لما تبتدي تنعزل، إذن هي تتعرض إلى تنمر رقم 1، لكن التنمر خفي، فهني لازم أنا أبحث الحالة بعدين أبتدي أشوف هل في أمور أخرى، شنو الأشياء اللي لما نطلع ضايقها. قد يكون اهتمام ب... اسمح لي بس أقول هالنقطة، قد يكون اهتمام بأخ ثاني، قد يكون اهتمام، قد يكون غيرة، قد تكون أبي أنا ما حط الاهتمام، فأنا أبي أجذب اهتمام أمي وأبوي إنه لا ماني طالعة معاكم عشان يون داري ويقعدون معي نص ساعة ويراضوني ويساحلوني. فهني إحنا نفتش عن الحاجة النفسية للطفل. نعم دكتورة، دائما يقولون النظرية تختلف عن الواقع، احنا بنتكلم بواقعية أكثر. هناك بيوت فيها عائلات وفي هناك بيوت يعني يكونون شقق، البيوت العائلات ممكن أريح، يكون عندهم ارتدادات، عندهم حدائق، في متنفس، هناك بديل آخر، احتكاك مع الآخرين. ولكن احنا الآن نركز على اللي يكونون في شقة صغيرة جدا ومنطوية، أحيانا للأسف يكون الأب والأم حتى عندهم إحباط وهم لا يلامون عليه، ولكن احنا دعاة إيجابية، ما هو المطلوب منا في هذه اللحظة حتى يعني إن شاء الله تروح هذه القمة؟ اللي ساكنين بشقق والله يعني أنا أتعاطف معهم مثل ما تفضلت أكثر من اللي ساكنين ببيوت، لأن الشقق بطبيعتها حجمها صغير والطفل يبي مساحة سبيس. أنا أقول حق الأم وفري بدائل، وأنتم بكرامة البانيو، يعني يكون حمام سباحة بديل عن حمام السباحة اللي ينحط ممكن في الحوش. ممكن أنا الماترس نفسه، شفتوا عملية النط، الياهل لما ينطر ينفس، فأنا أنا أشيل من حوله الأشياء اللي ممكن تضره أو تخدش ويها أو تجرحها وأخليه ينط بوجودي. أنا ممكن أفضي مكان معين، ركن معين، وأخلي هذا الركن اللي فيه الألعاب وكلنا نتسدح فيه ونلعب فيه ونتغشمر فيه، وممكن عفوا اسمحوا لي يتوسخ ونرد إحنا همنا النظفة، همنا هذه مهارة ترى، يعني همنا هذا الشيء. يعني دكتورة دائما الأمر يعتمد على العائلة، على الوالدين، العائلة ودور الرقابة أيضا. الطفل لا يستطيع قيادة نفسه، إيه الطفل لا يستطيع قيادة نفسه. أنت إذا بتخلي طفل في شقة وتقول له ونس نفسك، ممكن يروح يطل من البلكونة يفتح الشباك، فأنت تخاف يعني بالذات على هذه المرحلة. يعني هو ثقافتهم وتوعيتهم بالضبط. وعلى فكرة الجندي الأول والأخير اللي لازم كلنا نرفع له القبعة هي الأم، صحيح، لأن متحملة العيال ومتحملة نفسية الأبو اللي ما قام يروح دوانية بهذه الفترة حقيقة. نعم. يعني هم بعد الرجل بعد مقصر دكتورة ودنا نتكلم بشكل عام لازم هم بعد الرجل ترى مو مقصر، لا ما شاء الله هم بعد له دور كبير في هذا الجائحة يعني بالتساوي. أخي ممكن بس أخي الكريم هم بعد ممكن الاستشارات اللي عندي إن الأمهات يشكون والله يمكن حالات استثنائية دكتورة، لأن البعض دكتورة نقدر نقول البعض عشان البعض. طيب كيف ممكن إن إحنا نحافظ على الصحة النفسية، يعني بما إن إحنا قاعد نذكر أفراد الأسرة سواء الأم أو الأبو، يعني لكل أفراد الأسرة مو بس الطفل؟
بشكل عام، اولا لابد ان كل الاسره تشوف لها هدف بهذه الفتره وتحاول تحققه. يعني انا 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 كأم ابي احقق هدف، شنو هدفي؟ والله بتعلم 1 2 3 بفتره الاربع شهور. وجود امر يسعى الانسان الى تحقيقه يفرز هرمونات معينه داخل الجسم، يعني اسوي خطه مثلا يعدل من المزاج، يعدل من المزاج، يعدل من النفسيه. انا عندي اهداف، خلي يكون هدفي بضعف، مو لازم امتد يعني مثل ما يقولون الناس. خلي يكون هدفي ان انا اخذ دورات اونلاين، خلي يكون هدفي ان انا اسوي دورات اونلاين طبخ مثلا. يعني اصير عندي هدف حق الام العامله او غير العامله اللي حابه تكمل دراسه او مو حابه تدرس، هدف يشغلها. كذلك الاب بنفس الطريقه. وهني نسكر شويه المفهوم عشان نقول عشان عيالنا، شنو الهدف اللي انا بزرعه بنفس طفلي؟ ان حبيبي تعال 4 شهور خلينا نستفيد نتعلم لغه، 4 شهور تعال خلينا نلعب لعبه، من خلال اللعبه يتعلم. يعني ترى الطفل لما تيله بمكانه وهو مسكر عليه 4 جدران وتقولي له تعال تعلم، بطالعش بصدمه ان انا اصلا ضايق خلقي وين اتعلم. فلا، احنا نلعب لنتعلم. صح، نعم. اذا نلعب لنتعلم، فعلا نحتاج لمثل هذه المهارات الخاصه. دكتورة، إن شاء الله مع عودة الحياة تدريجياً بإذن الله، ويعني ذهاب هذه الغمة، هل نحتاج إلى ممارسة يعني إعادة تأهيل أولادنا مرة أخرى بظرف يعني كورونا وما بعد كورونا؟ ودائماً نتكلم نحن العالم يتغير بعد كورونا، هل هناك أيضاً تهيئة خاصة يجب أن تكون خاصة بالأطفال ما بعد جائحة كورونا؟ بلا شك. الأم اللي كانت تقول حق عيالها انتبهوا، خافوا، ديروا بالكم، ممكن هذا الولد بعدين ينسحب عليه هذا السلوك ما بعد العودة إلى الحياة بشكل تدريجي. ممكن ما يحب يلمس أحد، ممكن يصير عنده وسواس إنه كل شوي يقصل إيده، على حسب عنده خبرة. إحنا نقول خلي يصير في اتزان نفسي، أنا يكون عندي وقاية، ولكن الوقاية اللي غير مدمرة، بحيث إن أنا لما أرجع إلى حياة طبيعية يكون طفلي سوي من حيث السلوكيات، يكون طفلي آمن نفسيا من حيث السلوكيات. يعني تتوقعين دكتورة ما راح تأثر في الذكريات؟ لا، راح، ما في كلام، ما في شك انها راح تأثر. بس هني دوري انا اشرك في نوادي، اسمح له بالتعبير عن المشاعر، اخليه يتكلم وايد. وفي علامات احنا نقيسها، اذا شفنا ان لا والله الاعراض اللي سبق ذكرناها اللي هي عزكم الله التبول ونتف الشعر وكذا ما زالت مستمره حتى ما بعد عوده الحياه، انا هني لازم اطلب من استشاري يعني متخصص واقول له تعال شوف انا عندي مشكله. لكن ان هي ما راح تاثر؟ لا، راح تاثر بلا شك. نعم. دكتورة احلام العجمي، شكرا لك طبعا على قبول الدعوه والمشاركه في هذا البرنامج، بارك الله فيك. فاصل ونواصل باذن الله. أجد لكم تحية من خلال هذا البرنامج، ويسرنا الآن أن تواصل عبر الهاتف مع سيد فراج محمد الدوسري مدير إدارة طوارئ شبكات الكهرباء ووزارة الكهرباء والماء. راح يكون حوارنا عن خطة العمل اللي تكون فيها هذه الوزارة في ظل الظروف التي نعيشها في البلاد. مساك الله بالخير، يعطيك الصحة والعافية. مساك الله بالخير جميعا، يعطيكم العافية. نعم، في البداية أستاذ فراج، يا ريت لو تعرفنا على إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية وزارة الكهرباء والماء وأبرز أعمالها. إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية تتبع لقطاع شبكات توزيع في وزارة الكهرباء والماء، وطبعا هي مختصة بعمل الطوارئ كخطوط هوائية وخطوط كبلات أرضية، تحديد الأعطال بالقطاع أكمله. نعم أستاذ فراج، يعني من خلال هذا العمل وهذه الجائحة أكثر من 3 أشهر، هل زادت البلاغات عندكم في ظل هذه الظروف العامة بشكل عام ووجود الناس في البيوت والمنازل؟
خلال الفترة الحالية يعني جاءت البلاغات هي بالمزارع حاليا والشاليهات هي اللي أكثر بلاغات اللي قاعد توصل للإدارة. طيب الخطوات اللي تتخذونها يعني مع التعديات على خدمات وزارة الكهرباء والتعديات نقدر نقول على أملاك الدولة، شنو هذه الخطوات؟ خطوات وزارة الكهرباء حاليا بتشكيل فريق التعديات، كنا فريق متعاون مع وزارة البلدية والهيئة العامة للزراعة وزارة الداخلية وذلك بزيادة التعديات الموجودة على الخطوط الهوائية في بعض المزارع في منطقة العبدلي والشاليهات والوفرة، وذلك بوضع ملصق على كل مزرعة توجد فيها مخالفات يثبت وجود المخالفة وإعطاء فرصة لمدة 48 ساعة. وبعد ما تعدي المهلة احنا نستخرج إجراء مع التعامل مع وزارة البلدية في عمل البيئة وذلك بإزالة جميع المخالفات اللي تسبب عرقلة الخطوط اللي عندنا بسبب القطاعات الكثيرة في المزارع. نعم أستاذ الراج، بودي أعرف شنو المخالفات اللي أنت ذكرتها وتعاملتوا معها. المخالفات الحالية الموجودة في المزارع هي الأشجار الملامسة حق الخطوط الهوائية وبعض المحميات الزرع اللي تكون تحت الخطوط الهوائية وغرف العمال والغرف العادية. معلش أستاذ فراج، هذه تكون خارج خطوط المساحة المتروكة لأصحاب المزارع، يعني هو تعدي على أملاك الدولة؟ إيه نعم، إحنا حاليا هي عامة الزراعة في التوزيع تجبر المزرعة أن ما تكون أي تعديات تحت الخطوط الهوائية، لأن حاليا خطوط هوائية بوجود الأشجار أي تلامس مع الخط يفصل الخط نفس اللحظة. نعم أصحاب المزارع حاليا قام يتعاونوا معنا الفترة السابقة. نعم، يعني بالنسبة لي تجاوب أصحاب المزارع مع أعمالكم نقدر نقول أنه هو تجاوب إيجابي. إيه نعم، تعاون طيب منهم وفي بعض منهم أن يقوم استئجار الجرافات لمساعدتنا على إزالة الأشجار. نعم، في بعض منهم يستأذن منا بإعطاء فرصة لإزالة المعوقات كالغرف العمالية المحميات وتتم التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بإعطاء فرصة. أهم التحديات اللي تواجهكم أستاذ فراج خلال الفترة؟ حاليا التحديات إن إحنا نتكلم عن الوضع الموجود في البلد، تفشي الوضع الكورونا حاليا وتواجد عامة الشعب الكويتي بالفترة الحالية، فيوجد ضغط على الشبكة الكهربائية. بس بالأمانة فريق إدارة الطوارئ يعني مشكل من جميع أفراده من مهندسين وفنيين أبناء الشعب الكويتي. نعم. ومن بعض الوافدين المتواجدين بالشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء. طيب ماذا عن الجهات اللي يعني قاعدة تساعدكم في أعمالكم؟ الجهات احنا متعاونين مع هيئة عامة الزراعة والبلدية وزارة الداخلية والبيئة. نعم. فهذا متعاونين، وتم تشكيل فريق عمل في حالة الطوارئ اللي هو فريق الإزالات بالتعاون مع الزراعة والبلدية والداخلية والبيئة. طبعا نشكر مجلس الوزراء الموقر على دعمه في تشكيل هذه اللجنة. أستاذ فراج، بصفتك مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية ووزارة الكهرباء والماء، رسالة حاب توجهها للجمهور الكريم وفرصة أنت تحاب يعني توجهها للمشاهد من خلال برنامج مساء الخير الكويت حتى توصل للجميع من خلال التحديات اللي واجهتوها والصعوبات؟ أول شيء أنا حاب أشكركم على الاستضافة. لا شكرا، مع أن هي متأخر بس إن إحنا نتكلم عن الفترة الحالية، نطلب من يعني المواطنين التعاون مع فريق الإزالات وفريق التعديات وإعطاء فرصة للفريق بإجراء الأعمال. فنطلب منهم من على نطلب من ترشيد بالاستهلاك الكهربائية وإزالة أشجار المخالفات أو البلاغ عن وجود أي مخالفات بالقرب من مزارعهم، وأنصحهم باستخدام مكيفات موصل الطاقة في الفترة الحالية. وحاليا بعد تشكيل فرق العمل من فرق العمل وذلك بالتعاون مع السيد الوزير مع الوزير الدكتور خالد الفاضل والسيد الوكيل المساعد مطلق العتيبي، والفرق العمل متواجد مدى 24 ساعة وهم أبناء الشعب الكويتي وهم متوفرين حاليا على مدى 24 ساعة من أجل راحتكم. نعم طبعا كل الشكر للأستاذ فراج محمد الدوسري على طبعا هذه اللقاء من خلال التليفون، ودائما نحن في برنامج مساء الخير يا كويت نسلط الضوء على الأحداث الموجودة يعني في دولتنا الحبيبة الكويت أول بأول. فاصل نرجع، خليكم معنا. الله
في كل بيت واحنا بأمان هو الكويت. إذا مشاهدينا بكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، شكرا لكم، مع السلامة. الخير ومحبة، اجتمعنا معكم في برنامج مساء الخير الكويت، نلتقي معكم إن شاء الله في الغد مع زملاء آخرين، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.